لم تهدأ أروقة المستشفيات في الموصل منذ 3 أشهر. موجة جديدة من الجائحة جعلت الواقع الصحي في الموصل أكثر من صعب، وغالبية الحالات شديدة وحرجة. يحدثنا عنها مدير مستشفى العزل، ويحدثنا أيضا عن سبب ارتفاع أعداد الوفيات. مستشفى مليئة بالمرضى، يعني احنا أكثر من فترة طويلة نعاني من هذا الزخم بأعداد المرضى المحالين والمتعاقدين في مستشفانا. طبعا كل الحالات، وليس معظم، كل الحالات من الحالات الحرجة اللي هي أكثر من شديدة تدخل مستشفانا. مع الأسف يعني هو السبب هو المواطن، يعني تأخر مراجعتي للمراكز الصحية والمراكز التخصصية إذا تدهور الحالة الصحية، يعني يصلنا إحنا المريض نسبة الأكسجين دون 70، ممكن للـ50 تصل. لا مكان لأي مصاب جديد حتى يتماثل آخر للشفاء أو يفارق الحياة. معركة لا سلاح فيها سوى أخذ اللقاح، فغالبية المصابين بإصابات شديدة لم يأخذوا اللقاح خلال الفترة الماضية، وفترة علاجهم تكون صعبة وطويلة. صارنا 18 يوم، قبل هاي الفترة كنا بالبيت، بس شوية رادت صحته وجبناه بالأسعاف، صارنا 18 يوم. أيوة. أكو تحسن؟ الحمد لله، الحمد لله أكو تحسن. شوفين أكو زخم على المستشفى؟ أي والله هواي، يا ريت فد مستشفيات 2-3 تنبني مثل هاي المستشفى، لأن ذيك الردهات هواية، يعني مرضى يحتاج لهم أن ينقلون هنا، بس ماكو مجال. بعيدا عن أروقة المستشفيات، هذا أحد معامل إنتاج الأكسجين الذي يعمل بـ3 وجبات وعلى مدار 24 ساعة بسبب الطلب على الأسطوانات. فهنالك آلاف المرضى يتلقون العلاج في منازلهم، مما جعل معامل الأكسجين هي الأخرى تقاتل مثل الكوادر الطبية لمواجهة الجائحة. احنا بعد جائحة كورونا عملنا اصبح مستمر لمدة 24 ساعة ليلا ونهارا، نشتغل اليوم احنا خلال 3 شفتات، شفت نهاري وشفت مسائي وشفت ليلي، نقل المرضى أن يطمئنون كل الاطمئنان. الأكسجين متوفر وبكمية إن شاء الله تكفي الموصل وتفير. هذا وتسجل نينوى يوميا ما لا يقل عن 300 إصابة جديدة، وهنالك عشرات المصابين خارج السجلات الرسمية، فيما بدأت أعداد الوفيات ترتفع عما كانت عليه سابقا. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.